أبو عبد الرحمن، تذكر أول يوم كنا نكشة حافين وحنا صغار ونستانس، ومن يوم ننزل من صندوق السيارة وحنا نطامر ونلعب، وفي الليل عظيم سارة وتحت وفي النهار الطجمة ونتطارد، وتكون ذيك الرحلة من أجمل الرحلات، نجد تجتمع فيها أكثر من عائلة، وكأننا نقلنا الحارة من السكن إلى البر. حدثني عن أيام الكشتات في الماضي والحاضر، وكيف كانت قلة الكلافة والوناسة هناك. نعم كانت جميلة جدا، يعني أيام يمكن ما تتكرر الآن. سلام. كان الناس متكاتفة مع بعض، يعني تخيل لما يروحون يطلعون كشتة عائلة أو عائلتين بدون مبالغة، عائلتين أو ثلاث عوائل تلقاهم في صالون. يا سلام. زين. الونيت محمل قدور وصحون وفرش. الله. وجراك الماء كلش مع بعض، كلش العيال كلهم اللي بالحوض واللي بالغمارة احيانا يحطون شراع هنقلين وشراع في وسطها، الله اذكرها والله، عشان البرد ولا عشان الهواء في الطريق، ويلا ومن الليل يشتغلون جهزوا اغراض، ناقص كذا ناقص كذا ناقص، كان لها متعه. لا تخيلوا، تذكرون الشعور يا جيلنا، احنا يمكن ترى جيل ال45 وال50 وال40 عشان ما نكبر البعض، تذكرون إذا مشت سيارة